للامام ناحيه خالد المطيري، كنترول جميل من المطيري ومحاوله والخطر قادم. عبد الله عثمان، عبد الله عثمان داخل 18 جول، يا للروعه! اوه بلنتي، ركله جزاء لصالح فريق نادي الحزم، ركله جزاء حزماويه في وقت قاتل، في وقت قاتل وركله جزاء. عبد الله عثمان يتلاعب بدفاعات يعمد الى التنفيذ الان. شوف الكره من جديد ارتطمت، وهنا واضحه تماما لمسه اليد يا دوسري، واضحه تماما من سينفذ. خالد البركه، هل هو الذي سينفذ الان؟ الكلمه لمن؟ خالد البركه هو الذي جعل دفاع النصر يعاني. هل يكمل؟ جول! الحزم ياتي بالهدف الثاني عن طريق خالد البركه. خالد البركه من ركله جزاء، الحزم يتقدم الان في لقاء مثير جدا ولقاء مهم للفريق النصراوي، ولكن الحزم ربما له راي اخر. اذا خالد البركه يسجل من ركله جزاء، خالد من ركله جزائيه يسجل الهدف الثاني على يسار مروان موسى الذي حاول والله كان